أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل منتخب وأفضل هدف وأفضل حارس، خمس جوائز هنتكلم عليهم في خمس دقايق بعد كل جولة في كأس العالم على يلا كورة. يلا بينا على أول جولة. حلقة الجولة الأولى برعاية المنتخب السعودي لأنه مكتسح كل الجوائز، وبيني وبينكم كده إحنا متحيزين شوية للمنتخب السعودي. أول جائزة معانا هي جائزة أفضل لاعب. جائزة أفضل لاعب هنديها لفالنسيا لاعب المنتخب الإكوادوري. هيجي واحد يقول لي يعني أنت لسه قايل إن الحلقة برعاية المنتخب السعودي وأول جائزة تديها للاعب المنتخب الإكوادوري، هقول لك اتقل بس شوية، اللي جاي كله سعودي. فالنسيا واخد تقييم بعد ماتش قطر والإكوادور 8.7، ده غير إن قطر والإكوادور الماتش ده خلص 2-0 للمنتخب الإكوادوري، كان فالنسيا اللي جايبهم. ده غير إن الجون الأول كان من ضربة جزاء، كان برضو فالنسيا المتسبب فيهم. ده غير للمرة العاشرة إن فالنسيا عنده 33 سنة، فكل ده يخلينا نقول إن هو أفضل لاعب في الجولة بكل جدارة. ندخل على تاني جايزة معانا وهي جايزة أفضل حارس مرمى، واللي بكل جدارة هتروح لمحمد لويس حارس مرمى المنتخب السعودي اللي قدم واحدة من أفضل الماتشات في تاريخه إن لم تكن الأفضل. لويس عمل خمس تصديات بشكل ناجح وطلع على كل العرضيات اللي تقريبا عملها المنتخب الأرجنتيني طول الماتش وأفسدها بنجاح، وقدر يخرج بالمنتخب السعودي لبر الأمام بعد الضغط الشديد اللي تعرض له المنتخب السعودي بعد ما تقدم بهدفين لهدف على المنتخب الأرجنتيني في ظل وجود لعيب زي ميسي أو ديماريا أو ألفارز. قدر يخرج محمد لويس لبر الأمان وخرج الماتش لصالح المنتخب السعودي. الجائزة الثالثة هي جائزة أفضل مدرب، واللي بكل تأكيد هتروح للعبقري هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي. رينار واحد من المدربين المعروفين جدا في مصر، خصوصا بعد فوزه بأمم أفريقيا مرتين، مرة مع زامبيا ومرة مع كوت ديفوار، وبيواصل تألقه مع المنتخب السعودي، وقدر يرجع في ماتش الأرجنتين بعد ما كان خسران 1-0 كسب 2-1، فبالتأكيد ده مدرب كبير جدا. كمان لو شفنا التكتيك اللي كان بيلعب عليه رينار وهو مصيد التسلل واللي قدر ينجح فيه بعد ما الأرجنتين جابت 3 جوان، الثلاثة اتحسبوا تسلل، غير المنظومة الدفاعية الحديدية اللي شفناها بعد ما الأرجنتين اتأخرت بهدفين. كل ده بخلاف كلام عبد الإله المالكي لاعب المنتخب السعودي اللي قال إن رينار مدرب مجنون بعد التحفيز الشديد قوي اللي عمله بين الشوطين، وقال بالنص رينار خلانا نعيط. أما الجائزة الرابعة وهي أفضل هدف، واستمرارا للاكتساح السعودي اللي في الجوائز النهاردة هتروح جائزة أفضل هدف لسالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي. سالم جاب جون على طريقة ميسي، لفت رجل وتوجيه وقوة وكل اللي انت عايز تقوله قوله، ده غير ان هو جول الفوز وده اللي علّى من اهميته جدا. الجائزة الخامسة هي افضل منتخب، وهنكمل انحيازنا للمنتخب السعودي وهنقول ان هو افضل منتخب في الجولة، رغم ان اليابان كسبت المانيا واسبانيا كسبت 7 وانجلترا كسبت 6، بس برضو المنتخب السعودي هو افضل منتخب في الجولة الاولى. روح قتالية عالية تحسسك ان هم اكتر من 11 لاعب في الملعب، جمهور مالي المدرجات، مدرب عبقري، كل حاجة تحسسك بالفخر تجاه المنتخب السعودي وتخليك تسقف لهم فرد فرد. دي كانت نهاية الحلقة الأولى من 5 في 5. انت كمان تقدر تشارك معانا وتختار الخمس جوائز من خلال الاستفتاءات اللي بننزلها على يلا كورة أول بأول، وهنقول نتائجها نهاية كل حلقة.